السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم؟ فرح هشام يعقوب. العمر؟ 19 سنة. طالبة؟ ايه. من وين؟ جامعة ناجية. ايه. هندسة حاسبات. اهلا وسهلا. زين، اخذتي يا لقاح؟ لقاح صيني. سينوفارم. اول جرعه من اخذت الجرعه كانت عندك اعراض شيء؟ لا ما عندي اعراض. انساني اللقاح يعني واجب عليه. اي يعني لا، من اخذت الجرعه الاولى ما كانت عندك اعراض. الحمد لله. انت مصابه سابقا؟ لا الحمد لله والشكر. زين، من اخذت اللقاح لحد الان ما يعني تعرضت للاصابه؟ لا الحمد لله. الحمد لله والشكر. ان شاء الله العافيه دائما. الله يعافيك. تسلمي. ان شاء الله. اهلا وسهلا. زين، شلون شفتي تعامل اهل المركز وياكم وسيابيه اللقاح؟ شلون لطيفين حبابين؟ لا انا يعني احكي براحتك انت. اي براحتي. الحمد لله والشكر. الحمد لله. الحمد لله. يعني كانت سيابيه جيده وما فيها اي عراقي. الحمد لله والشكر. ان شاء الله العافيه وتاخذين الجرعه الثانيه. ان شاء الله صحه وعافيه دائمه. شكرا. عين جميعا.